السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم عزيزاتي الطالبات، معكم أستاذة سميرة رمضان معلمة الأحياء الصف العاشر مدرسة المجتمع الثانوية الخاصة بنات. هيا لنبحر مرة أخرى في بحور الوحدة السادسة، وهو الدرس الثاني، تأثير العادات الغذائية السيئة على صحة الجسم. سوف ندرس اليوم التنظيم الهرموني لوزن الجسم. أهدافنا لدرس اليوم، أتوقع منك عزيزتي الطالبة في نهاية الدرس أن تكوني قادرة على أن تقارني بين هرمون الليبتين والجريلين من حيث الوظيفة والمكان. 2، تشرحي آلية عمل كل منهما. 3، تعددي العوامل المؤثرة على عمل كل منهم. من خلال قراءة المعايير عرفنا أن درس اليوم سيتحدث عن هرمونين، هرمون الليبتين والجريلين، ولكن قبل أن نبدأ بدراسة هذه الهرمونات نريد أولا أن نعرف ما معنى كلمة هرمون. ما هو الهرمون؟ الهرمون هو مادة كيميائية عضوية، وفي الغالب تتركب من مادة بروتينية تفرز في الدم من خلال جهاز الغدد الصماء، وأيضا بعض الهرمونات تفرز من الغدد غير الصماء، مثل هذه الغدد هي الغدة النخامية والكظرية والغدد جرات الدرقية والبنكرياس والغدد اللعابية، فهذه غدد تقوم بإفراز الهرمونات. ما هي وظيفة الهرمونات؟ وظيفة الهرمونات بشكل عام تنظيم وتنسيق الوظيفة الفسيولوجية لنسيج أو عضو داخل الجسم. أمثلة على الهرمونات، لدينا هرمون مشهور جدا وكلنا نعرفه هو هرمون الأنسولين، الذي يقوم بتنظيم مستوى السكر في الدم، والمرضى الذين يعانون من مرض السكر معظمهم أو عدد كبير منهم يقوم بأخذ حقن الأنسولين. لماذا؟ لأن هذا الهرمون لا يفرز في داخل أجسامهم. وأيضا لدينا هرمون النمو لتنظيم معدلات النمو، وهرمون الليبتين والجريلين الذي سوف ندرسهما اليوم، وهما هرمونات لتنظيم الشهية. وسنلقي الضوء عزيزاتي الطالبات على هرمونين الليبتين والجريلين، لأنهما من هرمونات تنظيم الشهية. ولكن ما علاقة ذلك بما ندرسه؟ إنه له علاقة قوية جدا، لأننا سبق أن درسنا الغذاء الصحي ومكوناته والعناصر الغذائية وأهميتها وتأثير زيادة تناول الأطعمة. كل ذلك يجب أن نعرف أنه مرتبط بهرمونات داخلية داخل الجسم. فقد اكتشف الباحثون أن هناك العديد من الهرمونات التي تساعد على تنظيم وزن الجسم. إذن بمساعدة تناول الوجبات الغذائية الأساسية، فإننا نحتاج إلى تنظيم هرموني أيضا، حيث تفرز بعض الهرمونات من أعضاء وأنسجة الجسم لتصل إلى الدماغ عن طريق مجرى الدم، وتعمل هذه الهرمونات كإشارات على منطقة من الدماغ. هذه المنطقة هي التي تتحكم في الشهية، وذلك يولد النبضات العصبية التي تجعلنا نشعر بالجوع أو بالشبع. وهذان الهرمونان هما الليبتين والجريلين، وهذان الهرمونان لهما تأثير مضاد ومعاكس لبعضهما البعض. فنجد أن إذا نظرنا إلى جدول المقارنة، الليبتين هو هرمون الشبع، الجرالين هرمون الجوع، إذا متعاكسان. الليبتين بما أنه هرمون الشبع فهو يقلل الإحساس بالجوع، ولكن الجرالين هرمون الجوع فيزيد الإحساس بالجوع. الليبتين بما أنه هرمون الشبع فإنه يقلل الرغبة في الطعام ويحثك على الشعور بالشبع، لكن الجرالين يزيد الرغبة في الطعام ويحث على الشعور بالجوع. هيا لنعرف ماذا يحدث لهذه الهرمونات عند تناول الوجبة الغذائية قبل وبعد. نلاحظ أن قبل تناول وجبة الطعام تكون مستويات الجرالين مرتفعة، وبالتالي سوف تكون مستويات الليبتين منخفضة، وهذا يسبب الشعور بالجوع، ولكن بعد تناول الطعام يزيد الليبتين ويقل مستوى الجريلين، فيسبب ذلك فقدان الشهية أو الشعور بالشبع. لنتعرف على آلية عمل كلا الهرمونين، سوف نبدأ بهرمون الليبتين
وكما هو موضح بالمخطط الذي أمامكم لنرى آلية عمله أو خطوات آلية العمل. هرمون الليبتين كما هو معروف هو هرمون الشبع، وهو هرمون بروتيني مركب من مادة بروتينية يتم إفرازه بشكل أساسي من النسيج الدهني الأبيض في الجسم. لماذا يفعل هذا الهرمون؟ هذا الهرمون يقوم بتنظيم وزن الجسم. كيف يتم ذلك؟ عن طريق حس منطقة تحت المهاد، وهي منطقة موجودة في الدماغ، إلى خفض الشهية للطعام، وبذلك عند زيادة مستويات الطاقة والغذاء المخزن في الجسم فإن الليبتين يرسل إشارات إلى تحت المهاد تؤدي لانخفاض في تناول الغذاء والزيادة في الأيض وحرق السعرات الحرارية والمزيد من الدهون المخزنة في الجسم، فيقلل ذلك من وزن الجسم. وأيضا لنتعرف على آلية عمل هرمون الجريلين. كما تعرفنا أن هرمون الجريلين هو هرمون الجوع، ويتم إفرازه من قبل النسيج الطلائي في جدار المعدة، وهو نسيج مبطن لجدار المعدة. يؤثر هرمون الجريلين أيضا على منطقة تحت المهاد، فيعمل بدوره على تحفيز الجسم على الشعور بالجوع. يزيد هرمون الجرالين من الشهية، لذلك الكثير من الأدوية الفاتحة للشهية تكون تحتوي على هذا الهرمون، ويعمل على تثبيط مستويات الأيض في الجسم ويقلل من مقدرة الجسم على استهلاك وحرق الدهون، فبالتالي يزيد الوزن. لقد لاحظنا أن زيادة هذه الهرمونات أو نقصها يؤدي إلى خلل في وظائف الجسم، ويؤدي أيضا إلى حدوث إما فقدان الوزن أو زيادة الوزن. إذن ما هو المطلوب؟ المطلوب هو أن نحافظ على ثبات نسبة الهرمونين بالنسب الطبيعية. إذن هناك عوامل تؤدي إلى زيادة أو نقص هذه الهرمونات، وذلك سوف نتعرف عليه. أولا نبدأ بهرمون الليبتين. ما الذي يؤدي إلى زيادته؟ ازدياد الطاقة المخزنة في الجسم، أي زيادة مخزون الجسم من الجلايكوجين وثلاثي الجليسريدات. والجلايكوجين هو الشكل الذي تخزن به الكربوهيدرات في الجسم، وثلاثي الجليسريدات هو الدهون التي تخزن في الجسم وهي الزائدة عن حاجة الجسم. رقم 2 زيادة تناول الطعام خاصة الجلوكوز، هذان العاملان يؤدوا إلى زيادة مستويات الليبتين في الجسم. أما العوامل التي تؤدي لخفض مستويات الليبتين في الجسم، التقدم في العمر، فكلما كبر الإنسان وزاد في العمر قل مستوى الليبتين، وأيضا عن طريق ممارسة الرياضة وقلة عدد ساعات النوم والجنس. ما معنى الجنس؟ هو أن الإناث لها قدرة على أو لها امتلاك مستويات الليبتين في الدم أعلى من الذكور. وبالمثل ندرس العوامل المؤثرة على ارتفاع أو نقص هرمون الجريلين. نجد أن العوامل التي تؤدي لزيادة مستويات الجريلين في الدم: 1 الصيام، قلة تناول الطعام، 2 زيادة هرمونات النمو في الدم، 3 زيادة مستويات الأنسولين، 4 قلة عدد ساعات النوم. والعوامل التي تؤدي إلى خفض مستويات الجريلين في الدم هي التقدم في العمر وزيادة مؤشر الكتلة الحيوية للجسم BMI. نجد أن التقدم في العمر يؤدي إلى خفض نسبة الجريلين وخفض نسبة الليبتين. تمام؟ من كل ذلك نستنتج ماذا؟ نستنتج أن انخفاض الليبتين وزيادة الجريلين يؤديان لتقليل استهلاك الطاقة في الجسم وزيادة الشهية والسمنة. وللمحافظة على مستويات طبيعية وفعالة للبيبتين والجريلين ينصح بالآتي: أولاً يجب أن تنامي عزيزتي الطالبة ساعات كافية من النوم، فإن الإنسان البالغ يحتاج إلى من 7.5 إلى 8.5 ساعة يومياً نوم. 2 الحصول على هرمون الليبتين من المصادر الطبيعية، ولا يفضل أخذه من الأدوية أو المصادر الخارجية بل من الأطعمة، فنجد أن الأطعمة الغنية بالبروتين والأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين وأيضا الخضروات زي السبانخ والخس جمعها غنية بهرمون الليبتين. تناول اللحوم الحمراء والمأكولات البحرية والمكسرات لأنها تحتوي على نسبة عالية من الزنك، والزنك يزيد كميات الليبتين في الجسم.
وانا لاحظ اننا ركزنا بالاخص على هرمون الليبتين. لماذا؟ لان اذا حافظنا على هرمون الليبتين بالمستويات الطبيعية فإننا سوف نحافظ على الجسم في صورة طبيعية، ولكن إذا لم نحافظ عليه فإن وأقلت كمياته في الجسم فيؤدي ذلك لارتفاع هرمون الجرينين ويصاب الإنسان بالسمنة. والسمنة من الأمراض الخطيرة جدا، لأن إذا أصيب الإنسان بالسمنة فإننا نلاحظ أن خلاياه سوف تكتسب حساسية لهرمون الليبتين. وماذا ينتج عن ذلك؟ ينتج أن خلاياهم تطور نوعا من المقاومة لهذا الهرمون، فيؤدي إلى اختلال توازن الطاقة في الجسم وعدم استجابة الجسم لتصفية تناول الطعام، وبالتالي يقل التحفيز لفقدان الوزن. مهما قام الإنسان بعمل أنواع مختلفة من الرجيمات أو أنظمة إنقاص الوزن، في هذه الحالة سوف يكون حدث خلل طبيعي في الخلايا بالفعل، ويؤدي ذلك لتقليل التحفيز لفقدان الوزن، وعلى العكس يبدأ الجسم باكتساب مزيد من الوزن. ولا نخفي أن الأطعمة مثل الكربوهيدرات والأطعمة المصنعة تؤثر سلبيا على حساسية هذا الهرمون، فيجب أن نقلل من تناولها. والآن عزيزاتي، قد وصلنا لنهاية درسنا اليوم. نريد أن نتأكد من تحقيق أهدافنا ونسترجع ما قمنا بدراسته. درسنا اليوم هو التنظيم الهرموني لوزن الجسم، وأخذنا ما معنى كلمة هرمون ومن أين يفرز وما أهميته، وسلطنا الضوء على هرمونين مهمين جدا في عملية تنظيم الشهية، وهما هرمون الليبتين والجريلين. تعرفنا على طبيعة كل هرمون وخصائصه وماذا يحدث قبل تناول الطعام وبعد تناوله، والعوامل التي تؤدي إلى زيادة أو انخفاض مستوى كل منهما. ثم قمنا بعد ذلك بتقديم بعض النصائح للحفاظ على المستويات الطبيعية والفعالة للهرمونين. ثم أخذنا بعد ذلك نموذج للخلل الذي قد يحدث إذا لم نحافظ على نسبة هذه الهرمونات الطبيعية في الجسم. والآن مع التقييم الختامي، افتحي معي صفحة 93 بالكتاب المدرسي، أسئلة تقويم الوحدة السادسة. السؤال الثاني، اختاري الإجابة الصحيحة. أي الهرمونات الآتية يؤدي إفرازه إلى زيادة الشهية للأكل؟ أي الهرمونات يؤدي لزيادة الشهية؟ هل الثيروسين، الأنسولين، الجريلين، الليبتين؟ فلتفكروا قليلاً. هرمون الشهية، أحسنتم، الجريلين. السؤال الرابع، ماذا يحصل بعد تناول وجبة الطعام عند الأشخاص السليمين؟ ماذا يحدث بعد تناول الطعام؟ ها، فلتفكروا في الإجابة. ماذا يحدث في مستويات الجريلين والليبتين؟ أيهما يزيد وأيهما يقل؟ أحسنتم، يقل مستوى الجريلين ويرتفع مستوى الليبتين. أحسنتم عزيزاتي الطالبات. وفي نهاية درسنا أشكركم عزيزاتي الطالبات، وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم من درس اليوم، ولا تنسوا الإجابة عن الواجب بالتعليم الإلكتروني.